بخلال الأسبوع الماضي فقد لبنان والعالم العربي شخصية تاريخية كثير مهمة على الصعيد السياسي وخاصة على الصعيد الديني وأيضا على الصعيد الاجتماعي، البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم، وأكيد خسارة كبيرة. اليوم رح نحكي عنها أكثر مع الوزير الدكتور طارق مطري، وهو أكيد مؤخرا تم تعيينه أيضا كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا. دكتور طارق صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. شكرا. كنا حابين نستضيفك بمناسبة تكون أفضل، إنما هالشخص اللي رحل واللي تركنا مؤخرا عن عمر 91 سنة ترك بصمة كتير كبيرة، لهالسبب اليوم حبينا مع حضرتك نركز شوي على أبرز المحطات اللي لمعت بتاريخ حياته. خسارة كبيرة. بطرك إغناطيوس صحيح كبير بالسن، لكن في ناس ما بتحس إنه كبروا كتير بالسن. يعني أنا من فترة قليلة لهيك لاحظت أنه أمام رجل شاخ، كان لأنه لا يتعب. الشخص اللي ما بيتعب واللي ذهنه وقاد وبيضل يسأل ويفكر ويقرأ ويطلع ما بيشيخ. يعني عقله ما بيشيخ وصحته كانت منيحة. فما كنا رغم تقدمه في السن ما كنا متوقعين رحيله، وخسارة حقيقة. هذا رجل يعني كان بناء وكان حريص كتير بحياته من اليوم الأول، من يوم ما اجى من ضيعته بسوريا ليدرس بالآي سي ببيروت وبعدين بالجامعة الأمريكية. وهو بنفس الوقت مسيحي بالعمق وعربي بالعمق، ورد دايما يأكد على انتماء المسيحيين لتراث العربي وانتماء لهذه المنطقة، وأن المسيحيين مش جالية جاي من برا مؤقتة مستضافة بالعالم العربي، هي جزء أصيل منه. كان بطريرك بيجمع إلى الثقافة الغزيرة والبساطة الشديدة. يعني مرات كانوا الناس يتفاجئوا بقديش بيقدر يعبر بلغة بسيطة عن أفكار معقدة للغاية. ربما دراسته الفلسفية بالجامعة الأمريكية ساعدته، وبعدين دراسته للاهوت بباريس. كان متنوع الثقافات، بيحكي عربي، لغته العربية متينة لا تشوبها شائبة يعني. وكان دايما حتى بالكنيسة مثلا إذا واحد من الخوارني أو الشمامسي غلط بالنحو أو هذا يصلح له، بينتهره مش بس بيصلح له. كان يعني حريص على نقاء اللغة وجمالها، وبنفس الوقت كان عنده لغته الفرنسية راقية، لغته الإنجليزية راقية، متنوع الثقافات. تنوع ثقافاته ما بعده من الناس، بالعكس قربوا نحوه. شخص فعلا استثنائي. قلت انه كان بناء، كان بحب دايما بتلاقيه مشغول بمشروع جديد، بمدرسة، بمستشفى، بجامعة. ما في مرة يعني استقال من اطلاق المشاريع الجديده. صحيح، وهذا اهم شيء مثل ما قلت، لهالسبب هالديناميكيه اللي كان عايش فيها، هالضحكه اللي كان دائما تكون مرتسمه على وجهه. يعني هذا الشيء لحاله بحسسك قديش هالشخص قريب من الناس، واللي ما بيخليه يكبر لانه روح الشباب دائما موجوده فيه ومحبه الناس دائما موجوده فيه. للاسف الشديد يمكن بلشت شوي صحته تتدهور يمكن مؤخرا مع الاحداث المؤسفه والمؤلمه اللي عم تصير بسوريا يوم بعد يوم. قديش قدر يتعاطى مع هذا الموضوع وقديش جرب يتعالى عنه ليقدر يعني نوعا ما يعيش حياة طبيعية؟ يعني بالفترة الأخيرة طبعا آخر أشهر تأخرت صحته وراح المستشفى وهيك، لكن قبل منا كان يتنقل كتير يسافر الولايات المتحدة من شهر. يعني ما أنا بتذكر قلت له ولا يعني شو أخذك على نيويورك يعني. اسم الله على 91 سنة مش هينة. بيسافر دايما، وطبعا كان يتنقل بين سوريا ولبنان. كان قلق، ما كان خايف لكن كان قلق. هو بالاخر يعني بدون الدخول، هو مش رجل سياسي طبعا، لكن ومن دون الدخول بالتفاصيل الموقف السياسي، لكن كان همه الرئيسي الشعب. صحيح. شعبه والشعب السوري عموما. أكيد. بيعرف انه الشعب بيبقى
الأنظمة بتتغير. وكان حريص أنه يبقى قريب من شعبه وأنه كنيسته تخدم هذا الشعب. كان مثلا مهتم بقضايا الإغاثة، كان يعني الجانب الإنساني مما أصاب السوريين يعني نتيجة تعسف يعني هذا النظام. صحيح. البطش اللي عم يصير مؤخرا يعني غير مقبول ابدا. صحيح. العنف الدموي. أكيد. اللي مورس بحق الناس. أكيد. واللي ادى لردة فعل طبعا لعسكره الثوره اللي كانت بالاساس ثوره سوريه، كانت ثوره سلميه، كان كل الشعب السوري متحد مع بعضه قائم بوجه الطغيان، لكن مع الوقت عسكرت وصار في كمان عنف من قبل بعض الثوار. ودائما المدنيين بيدفعوا الثمن الغالي، أثمان هذه النزاعات المدمرة. فكان هذا طبعا هذا كان يعني هم كبير حامله على كتافه، بهمه مش بس مستقبل جماعته الروم الأرثوذكس بسوريا، بهمه مستقبل سوريا والشعب السوري كله، وبهمه لبنان. كان لبناني الرجل. أكيد. يعني كان لبناني وسوري بنفس الوقت. لبنانيته ما بتبعده عن عروبته، عروبته ما بتلغي لبنانيته. دكتور طارق، كمان إذا بنحكي عن أهمية هالموضوع، أهمية الانفتاح ما بين الأديان، يعني بنعرف دائما كنا نتغنى زمان نقول لبنان هال 17 طائفة مذهب، لبنان عنده هالتعددية، ولبنان معروف بهذا الموضوع قديش عنده هالانفتاح على الجميع، إنما للأسف ببعض الحالات كان كثير عم بيكون هالحاجز يعني عم يوقف بين بعض المذاهب وما بقى قادرين يتقبلوا بعض، وهذا صار شيء كثير مؤسف لنا. لما كنا نقول مسلمين والمسيحيين ما كنا نعرف مين مسلم ومين. صحيح. مسيحي نحن وصغار. صحيح. فجأة صار كل واحد بيعرف من هالفئة ومن هالمذهب ومن هالطائفة ومن هاللون، وما بقى حدا قادر يتقبل الشخص الآخر. قديش هيك أشخاص كانوا منفتحين، كانوا نحن فعلا نحن بعدنا بحاجة لهم، نحن فعلا بعدنا بحاجة لقيادتهم. صحيح. هو في جيل يعني في كمان قصص جيلية من يعني من سوء حظ الجيل الجديد، من سوء حظه، ورغم ذلك مش كل أبناء الجيل الجديد يعني متباعدين طائفيا الواحد على الآخر، لكن من سوء حظهم أنه بعض الحروب المتعاقبة اللبنانية والمتلبنة اللي شارك فيها اللبنانيين أو التي فرضت على اللبنانيين حتى بالسكن وبالتعليم وبالعمل تفرقوا، ضعف الاختلاط اللي كان بالماضي. صح. فهيدا أدى كمان لنوع من الجهل المتبادل، والجهل هو الأرض الخصبة اللي بينما فيها التعصب أو العداء أو الضيق بالآخر. صحيح. أو عدم الانفتاح على ما يقدمه الآخر لألي، أنا بحاجة للآخر. البطرك هزيم من هذا الجيل اللي يعني المسلمين والمسيحيين كانوا دايما مع بعض على بالسكن، بمقاعد الدراسة، بالحياة الثقافية، بالحياة الاجتماعية، بالاقتصاد، وحتى أنه رجل دين ولبس جبة ومعلق صلبان وهذا هذا ما كان حاجز بينه وبين أصدقائه المسلمين، بالعكس يعني كان يقربوا منه لأنه وفي كثير من أصدقائه المسلمين كانوا مبسوطين أنه هذا اللي عرفوه طالب بالجامعة الأمريكية صار بطرك وضلوا محافظين على علاقة فيه. كان هيدا همه الدائم انه العلاقات بين المسلمين والمسيحيين ما تخضع لتقلبات السياسي، وانه الصراعات اللي شاهدها لبنان واللي عم تشهدها سوريا الان ما تؤدي لتباعد او لا سمح الله لطلاق بين المسلمين والمسيحيين. وكان دائما يقول المسيحيين لانه مسؤول عنهم بالاخر. نعم. بخاطبهم انه انتم مش جاليه، انتم مش اقليه متقوقعه خايفه من الاكثريه، انتم جزء من هذا الشعب اللي فيه يعني اكثريته مسلمين لكن انتم جزء اصيل منه. صحيح. كان هذا همه دائما كان يكرروا امام زواره وامام المطارني والكهنه اللي بيشتغلوا معه. كان هم يعني وحده الشعب عنده فوق اي هم اخر بيتعلق بالظروف السياسيه العابره. ما بالاخر الحياه السياسيه فيها شيء عابر.
بس العلاقات بين الناس بتبقى صحيح يعني والذكرى الطيبة كمان كتير مهمة. صحيح يعني قديش صحيح. حلو واحد عم يذكر شخص عاش كل هالسنوات الطويلة وترك كل هالبصمة وعم يستذكره هلأ بابتسامة، يعني فعلا هيدا الشيء مش دائما واحد بيقدر يلاحظه عند كثير من الأشخاص. هو كمان شخصيته بتساعد على هالشيء، كان شخص مريح صحيح، كان دائما في ابتسامة على وشه، وكان يداعب وعنده روح نكتة دائما، عنده خبار بتثير الابتسامة. نعم. معالي الوزير، اليوم إذا فينا نقول بعد مراسم الدفن دائما بصير البحث أو دائما بصير التفكير مين الشخص اللي ممكن يكون يعني يكون خلف لهالشخص الكبير اللي رحل مؤخرا، كيف بصير التحضير؟ مين ممكن مثلا، كيف ممكن تنطرح الأسامي، على أي أساس؟ مين ممكن يكون أشطر شخص يعني نوعا ما يقدر يتابع المسيرة إذا فينا نقول؟ يعني هي نفس الوقت انتخاب الخلف مسألة كتير بسيطة ولكن كمان صعبة. أي أكيد. بسيطة لأنه بيجتمعوا المطارنة هن 18 مطران من سوريا ولبنان ومن المهاجر الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأستراليا، بيجتمعوا في فترة ممكن تكون خلال الشهر أو الشهر الجاي، يعني مش فترة كتير بعيدة ولا كتير قريبة بتصور. هلا عم يتشاوروا فيما بينهم ليتفقوا على موعد، بيجتمعوا بيرشحوا ثلاثة وبينتخبوا واحد من ثلاثة والاختراع السري. فالعملية كتير بسيطة، ما في نظام ترشيح، يعني ما في حدا، مش انتخابات الولايات المتحدة يعني بيعلن انه هو مرشح وبيصير يحشد الأنصار، ما في، يعني ما حدا بيرشح نفسه، يرشح داخل الاجتماع. طبعا هذا ما بيعني انه قبل بصير في مشاورات، بصير وفي بعض الناس ربما بيصيروا يقنعوا زملائهم بانه هن صالحين لاختيار لان يختاروا بطاركي. بالواقع مش معروف مين ممكن ينتخب، وما بينعرف لاخر يوم. نعم. وما في مرشحين معلنين. نعم، ما في تصور بعد لمين هم الأشخاص. مبكر جدا الحديث عن هذا، وكل ما يقال أكثر هيك من باب التكهن أو من باب الثرثرة. نعم. نحن منحب مرات الثرثرة، لكن مين ما كان الشخص اللي بده ينتخب حتكون مهمته صعبة. أكيد. لأنه الحملة ثقيل، رح يكون حملة ثقيل، وإرث إغناطيوس الرابع صحيح إرث غني، واللي بده ينتخب وراه بده يتابعه، وظروف خاصة هلا مع ظروف صعبة، ظروف بلادنا، ظروف سوريا بصفة خاصة كثير صعبة. نعم. فبده يكون يعني بطريرك عنده روح وطنية أعلى بكثير من ميوله السياسية، إذا كان عنده ميول سياسية. نعم. لا يفترض أن يكون عنده ميل سياسي معين، ما لازم يكون حر تجاه النظام السياسي، تجاه الدولة، تجاه القوى السياسية المؤثرة، وبيعرف أنه مثل ما قلت الشعب باقي، الأنظمة السياسية بتتغير. صحيح. وبده يكون كمان قادر يوحد الناس اللي الظروف قصمت فيما بينهم، يوحدهم لكن كمان يحافظ على تنوع. هي يعني أصعب شيء، أصعب تحدي إن كان لبطريرك أو لشخصية عامة أخرى، إنك تحترمي تنوع الناس وبنفس الوقت تمنعي انه التنوع ما يصير. صحيح. خلاف. صحيح. وتحتضنيهم جميعا. اكيد. بعدين في مؤسسات كبيره انشأ البطرك اغناطيوس، وكان يامن لها الدعم ويروح يحمل عصا ويسافر لاوروبا ولامريكا. صحيح. من اجل ذلك خلفه بده يتابع هذا. مهمة شقة مش سهلة. أكيد. أبدا. بدنا بس نعتذر إنه مرق قبل، نحن عم نمرق بعض الصور لغريغوريوس لحام، بقى منقول كمان إنه بس وجب التصوير. أي طول عمره. أكيد الله يطول بعمره، مرقت الصورة بالغلط. كمان يعني اللي لفتنا إنه حضرتك تم تعيينك مؤخرا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كممثل خاص له بليبيا. كمان لفتنا هالتايتل لحضرتك. وأنا كمان لفتني. أي ما هيك، وحضرتك كمان نفس الشيء. أنا كنت عم بسألك قبل الهوى، وكمان الظاهر أنه حضرتك نفس الشيء استغربت هالموضوع. يعني ما كنت نعم. متوقع ما كنت متوقع هذا الأمر، وما كنت عم بشتغله. نعم. يعني كنت مهتم بقضايا أخرى أكاديمية وعم درس وأكتب وبنعرف هيدا الشيء. قول حضرتك كمان هذا الموضوع غني عن التعريف. لكن يعني عرض علي هذا المنصب وقبلته
لأن ليبيا بحاجة لمساندة دولية، وكويس يكون شخص عربي على رأس الفريق الأممي اللي عم يساند ليبيا في إعادة بناء مؤسساتها. يعني نحن مؤسساتها السياسية، مؤسساتها الأمنية، مؤسساتها القضائية. الطاغي القذافي كمان طاغي آخر، الطغاة ما بعرف شو بيعملوا ببلادهم. صحيح، نعم، بدمروها. للأسف الشديد بدمروها. صحيح، بيرفضوا يتركوها يعني إلا ما يدمروها على الأرض. بلد صحيح. دمر حقيقة. أكيد. ومن بنى فيه ولا مؤسس كما يجب، لا جيش ولا من داخلي ولا قضاء ولا إدارة. فالليبيين هلأ عم يعيدوا بناء بلدهم، يعني بكل ما تعنيه هذه الكلمة. من حسن حظهم أنه هني بلد كانت اقتصادية كويسة، بلد نفطي، وقدروا يعودوا إلى مستوى إنتاج النفط السابق ولبل يتجاوزوه. فوضعهم الاقتصادي على الأقل على مدى المنظور كويس، هذا بيساعدهم ببناء الدولة لأنه الإمكانيات متوفرة. ونحن نحن بنقدم لهم المشورة والخبرات التقنية بالوزارات بالأجهزة، بنرافق العملية السياسية، بنساعد بالتحول الديمقراطي. نحن فريق كتير كبير، لحسن حظي مش بس أنا عربي، في معي مجموعة من المسؤولين العرب أيضا معك، فهذا بخلي كمان الليبيين، معانو الليبيين عموما مرحبين بالأمم المتحدة. الأمم المتحدة لعبت دور بليبيا بالخمسينات، استقلال ليبيا تقرر بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بس ما كمان مرتاحين لوجود عرب. أكيد نحن أكيد بدنا نحيي وجودك اليوم معنا، بدنا نرجع نعزيك كمان، نعزي كل اللبنانيين. شكراً. وأيضا العالم العربي بفقدان البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم. وأكيد اليوم نذكر المشاهدين مراسم الدفن رح تكون، رح ننقلها مباشرة على الهواء الساعة 12 اليوم، وهي رح تكون بكنيسة مارن أولى بالأشرفية. أهلا وسهلا فيك. تسلمي. معالي الوزير. شكراً. دكتور طارق متري، وشكرا لحضورك، وإن شاء الله بيكون عنا لقاءات بظروف أفضل إن شاء الله، وأكيد بمناسبات أفضل. رح نتوقف للحظات ومن بعدها شاف علي ورشة ملح. خليكن معنا.